السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك باليمن والبركات والسلامة واللطف. اليوم بشوارع مدينة تشيرة العزيزة الغالية العريقة، مدينة الأصالة بشوارعها وبأحد المقاعد، تلقيت مع منبر صحفي معتبر ومميز. صوتكم يعني هو من بين المنابر الإعلامية اللي شجعوا الفكرة ديالي كبائع الجوارب، كبائع متجول، ويعني تقريبا بغاو يعرفوا كيفاش الفكرة جات الأخ الكريم، وبالنسبة كذلك للإخوة اللي غيستمعوا لهذا الفيديو هذا. يعني من بعد 4 سنوات ديال كاين ميدان بهكا ما قبل كورونا بشهور، الراحة تخمم بطالة، اللهم يعني فترات من العمل المتقطع البريكولات كما كيقولوا. لكن اضطريت بانه كنت كنمارس التجاره سابقا كبقال لمده 10 سنوات ولظروف توقفت، ومقهى لاربع سنوات وكذلك لظروف توقفت، نفس الظروف تماما كما قلت المنابر الاخرى ما يمكنش نتكلم عليها لان ربما هي خط احمر. كانت الفكره ديال هذه الجوارب، هذه بيع الجوارب، أزقة وشوارع ومقاهي مدينة أكادير الكبير، وبالمناسبة كنعتذر لأصحاب الأرباب المقاهي لأن كنزعجهم وكنزعج الراحة ديال الزبناء، لأن واحد كيدير بحال هكا في التليفون وأنت كتوقف عليه، مرة كيقول لك اسمح لي، مرة كيقول لك مرحبا، مرة يعني كتزعج هنا الراحة ديالهم. كنعتذر لهم بالمناسبة. والفكرة كنبيع الجوارب إن شاء الله ندور بهم يقول الوليدات ونكبروا في راس المال، من اللي قدام يكون خير باذن الله عز وجل. الشكر كامل الموصول يعني من القلب الخالص لكافه الصفحات الكبرى بالمدينه ديالي اكادير، وكذلك الصفحات الكبرى بالبلاد ديالي المملكه المغربيه، اللي تكلموا على المبادره، اللي تكلموا على الفكره، اللي شجعوا الفكره، اللي اخذوها ربما كعنوان بارز لمحاربه التفاهه. ومنهم اللي قال يعني بائع الجوارب طلع للطوندونس احسن من دوك اللي كيديروا في تيك توك لا دونس، يعني بحال هكا. يعني شكرا لهم بزاف 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 بزاف. انا فقط للاشاره ما خديتهاش باش تكون طوندونس او لا شي حاجه، فقط خديتها ندخل منها الطرف ديال الخبز، ما كنقلب على لا شهره ولا بوز ولا ادسنس. كما قلت لواحد المنبر اخر، عندي تليفون فيسبوك ابو عمران فركوس العسري الحسن، ما مفعلش لا ادسنس ولا غنى، عندي واحد العدد اللهم بارك اللي كنعتبرهم اخوه واصدقاء ماشي متابعين، لكن ما مفعلش الادسنس. يا ربي تيسر لي في هذه البركه هذه. وشكرا كذلك الناس اللي كيتقداو عندي، وشكرا للناس اللي غيتقداو عندي، وشكرا كذلك الناس اللي تقداو عندي وخداو معايا صور، ما عرفت علاش، يعني واش كتذكار او لا شيء من هذا القبيل. كما قلت لك يعني كتدخل القهوه الواحد كيشوف التليفون، ولكن يوم فوا كيدير فيك هكا بحال هكا. اولا شرع عندك عطاك كل شيء، ملي اون فوا كيهز راسو كيبتسم راه عطاك كل شيء. كاين اللي كيتقطع، كاين كيقول لك مره اخرى، كاين اللي كيقول لك الله يسهل عليك، برافو عليك، يعني كلها رسائل ايجابيه وتشجيعيه. يعني عوض ما تضرب كيلومتر كتضرب جوج كيلومتر. يعني الخطوه الاولى كانت نهار اثنين، واحنا في القدام ان شاء الله. وكاين اللي كيسولني عبر الرسائل في الواتساب والميسنجر والمكالمات الهاتفيه في الاصدقاء، كيشجعوني كيقول لك اودي واش غتبقى ديما في التقاشر؟ التقاشر كان وعدكم ان شاء الله تعرفوا علاش التقاشر بالضبط، ولكن ان شاء الله غادي نكبر نكل بعد الوليدات، هو الاول نوفر المسائل اللي خاصين للوليدات، ولكن ان شاء الله غيجي واحد النهار ان شاء الله فاش غادي ندير مسائل اخرين، ولا يسر الله يعني كل شيء ممكن من الله عز وجل. شي محل باذن الله نكريه ونعمره بعيدا عن الشارع والطفريشه. وتحيه كبيره 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 لهاد الناس هادو اللي كيدوروا، هاد الاخوه البائع المتجول، والله ثم والله يعني الثقل اللي كيهز ربما غادي تشوف، غادي توريهم يعني الثقل اللي كيهز البائع المتجول المسكين، والستريس والضغط راه شي حاجه بزاف. والله العظيم يعني تحيه لهم، كود شابو لهم، والله العظيم يعني كيصوروها حلال رغم بزاف بزاف ديال العوامل اللي هي قاصحه بزاف.
الرسالة ديالي للشباب من هذا المنبر صوتكم. أنا أبا عمران فركوس العسري لحسن 49 سنة، رب أسرة، أب لأربعة أطفال، جوج بنات وجوج دراري. خاصة الشباب، إياكم ثم إياكم، الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة، حتى إلا ما جاب الله ما توفقتيش أو تفوقتي في الدراسة، اتجه المهن، اتجه المعاهد، التكوين المهني، دير حرفة، دير جوج، دير ثلاثة في يديك، راه إلا ما غنتك غتعيشك. راه قدامكم واحد المثال اللي هو باين وواضح، واحد عنده 49 سنة كان كيمارس التجارة من الصغر ديالو، قلبات الأمور، هادشي من عند الله عز وجل ولله الحمد، ولكن فاش تقلبات الأمور وقف ما لقاش حرفة في يديه، غادي يكون لقى حرفة في يديه، راه غادي يزيد لقدام. إياكم ثم وإياكم، رسالة واضحة من القلب. الرسالة هي اللي بغيت توصل، الشباب اللي كيقراو قراو، واللي ما تفوقش يتجه للمهنة، دير حرفة في يديك. والبلاد الحمد لله المملكة المغربية ديالنا راه غادية وكتطور اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا، وفرص الشغل جايين، والاستثمارات الكبرى حاليا كاينة وجايين في استثمارات أخرين قدام. يعني المملكة المغربية معروفة ولله الحمد غادية بدرجة بدرجة بدرجة. إذا نبقاو في بلادنا، نبليو بلادنا، نهلاو في بلادنا، هذا ما كان.